طبعاً الأستاذ محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، طبعاً لأنه سبب هذه المقابلة اللي بنتشرف بها أنه كلام على عمرو السيسي، لأنه عمرو السيسي منقول من النجوم إلى طلائع الجيش. الكلام أن عمرو السيسي سينتقل للزمالك، إيه النجوم ليها دور في الحكاية ولا ملهاش؟ أستاذ محمد مساء الأنوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، يا رب تكون حبيبي. بخير يا محمد بيه، أهلاً وسهلاً. أولا أنا عايز أشكرك وعلى الموضوع اللي أنت بتثيره حاليا ومتبنيه، فكرة الناشئين إن ياخدوا فرصهم مع الفرق، بالظبط، وأنت سردته بطريقة جميلة جدا، ولكن ليا حق أعرب عندك. اتفضل اتفضل. لأن إحنا وأنت كنت شريك معانا في أول ما بدأ مشروع دوري بيبسي المدارس، ايوه وكم من المواهب اللي خرجت الكبير جدا، صح، وكان كلهم كانوا بيلعبوا في سن 17 و18، وراحوا لجميع الانديه في مصر على راسهم محمد صلاح والنني وتريزيجيه ورمضان صبحي، مجموعه كبيره، واسمه عندك ابراهيم حسن وعواد، مجموعه كبيره جدا وكنت من حضرتك اللاعبين. مشرف على هذا الدوري، انا عارف طبعا. الحاجه الثانيه يا كابتن ودي المهمه، ان احنا كنادي نجوم المستقبل لما صعدنا للممتاز لعبت 90% من اللاعبين الصغار الموهوبين، يعني انا ضحيت ان انا استمر في الممتاز، ولكن كان كل الفريق تقريبا ما جبناش غير حسين اسمه المهم اثنين كبار، انا نسيت والله الاسامي، حسين امين، حسين امين. حسين امين، والمهم لعبنا كلهم كانوا ناشئين. فانا الفكره انك انت وعلى فكره انا حتى فريقي دلوقتي 80% برضه منهم من اللاعبين صغيرين السن. ممتاز ممتاز. الفكره طبعا يا كابتن، يعني احنا كنا لنا مش عايز اقول الرياده وكلام كبير، لكن هي الفكره ان فعلا الانديه لازم تهتم بالجزء ده. بالظبط انا هقول لك كده. حاجه تانية، انا طالع من عندي كريم فؤاد في الاهلي النهارده، انت شايف الامكانيات اللي عنده، الباك. طلع من عندي هو، يعني هو لعب في الممتاز معايا وهو عنده 16 سنه ونص، وراح منتخب مصر مع فيتوريا حاليا. وراح المنتخب الاولمبي وراح منتخب مصر. بالظبط. مدبولي طلع من عندي برضه من قطاع الناشئين بتاع وراح الاسماعيلي. بعد كده على الاسماعيلي. كل اللاعبين اللي عندي دايما بيلعبوا من سن صغير، ممتاز. ودي انا الحقيقه بقدر سعادتي انك انت اتكلمت في الكلام ده، طبعا اديت لنادي وادي دجله حقه، لانه فعلا هو برضه من الانديه اللي اشتغل في الحته دي كويس جدا، أوي لكن أوي. يعني يمكن لان احنا في دوري الظل شويه، فواضح انك نسيت لا رغم لا انت انك شريك للتجربه. لا طبعا، انا طبعا انا اسف جدا ان انا لا لا اغفلت لا امبارح، العفو يا فندم، بس العفو. يمكن انا عشان دوري بيبسي ما هوش منتمي لاسم نادي، يعني هو دوري بيبسي طبعا. بتاع المدارس وحضرتك اللي كنت مشرف عليه، واحنا ايوه كنا ايوه بنشتغل فيه على طول مع بعض. طبعا صحيح طبعا، يعني صحيح اكيد يعني. صحيح طيب فيما يتعلق بقى بعمرو السيسي، هو عمرو السيسي كان برضو من الناس اللي لعبت في النجوم وهو عنده 18 سنه، لعب في الفريق الاول ايوه ولعب في الدوري الممتاز، وبعد الدوري الممتاز ما انتهى على طول كان في تجربه مهمه جدا، ان انا طلعت يمكن خمسه سته راحوا انديه دوري ممتاز ثانيه. وعمرو السيسي الحقيقه باتفاق مع الناس في المؤسسه المحترمه نادي طلائع الجيش، نعم وتم الاتفاق ان هم عايزين يستعينوا بيه او ياخدوا خدماته كانتقال كامل. والحاجه اللي انا هتسمعها لاول مره، ده انا وديته انتقال بلا مقابل تقديرا لنادي طلائع طلع الجيش، الجيش ما لانه شاء فعلا الله. بيقدم خدمات كثيره جدا لكل الانديه، ودي حاجه معروفه. فاحنا طلعناه ببلاش رغم ان هو زمايله اللي طلعوا من الانديه الثانيه كانوا طالعين المتوسط 8 و7 و10 مليون لكل واحد. هو اوكي. الوحيد اللي طلعته ببلاش، وطلعته بنسبه اعاده بيع ايوه لما يجي المقاول 50%، واضح 50%. وصريح 50%، يعني وعلى اذا طلعه ببلاش. انا وده حقك. اذا في طيب حاله بيع السيسي، عمرو السيسي لنادي الزمالك ايا كانت لاي القيمه، نادي؟ لاي نادي، حضرتك ليك 50% من هذه القيمه. مظبوط. واي مميزات اخرى ليا 50%، اوكي. وطبقا للوائح الفيفا لا يجوز دخول لعيبه في الصفقه،
يعني ما ينفعش ان ناخد بدل لعيبه زائد كذا، لوائح خلاص نظمت الحكايه دي، لا يجوز الموضوع ده اطلاقا يعني. اوكي. طيب اكيد حضرتك متابع حركة انتقاله، يعني وصل لفين حتى هذه اللحظة موضوع انتقاله للزمالك؟ بص، هو طبقا للوائح الفيفا برضه، وطبقا للعلاقه الجيده بيننا وبين طلائع الجيش، هم طبعا من حقهم تماما نعم. حق التفاوض مع اي نادي هم يريدوه، ولكن هم في الاخر بعد ما بيوصلهم لاتفاق مبدئي والعرض اللي جاي من النادي اللي هو مقدم العرض، ان هو بيختارني بخطاب بسيط بيقول فيه ان العرض جاي من نادي اكس بمبلغ كذا، فانت لو موافقين على المبلغ خلاص اوكي هنبيع وانت ليك ال 50%. الله، يعني حضرتك لازم توافق. او لا، بص، الحاجه الوحيده انا لازم اوافق، ولكن لو جبت عرض اقوى من العرض اللي هو مقدمه له انت حضرتك خلاص. اللي جبت، لو انت جبت عرض اقوى. هو الاول بيجيب العرض، اوكي. لو حصل ان العرض مش عاجبني او عندي القدره اجيب قيمه اكبر فهي فايده لجميع الاطراف. يعني بالظبط. زي النهارده نادي اكس قدم 10 قروش وانا جيت قلت له طب انتظر يا الطلائع، انا هجيب عقد خلال 7 ايام طبقا للعقد. 7 ايام لو جبت عقد ب 12 ب 15 خلاص العقد الاكبر هو اللي بس يتم مؤكد التطبيق. تبقى رغبة اللاعب برضو ليها دور في اللاعب الموضوع. موقع كطرف ثالث على انه في جميع الاحوال يوافق على كل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين الاول والثاني اللي احنا ونادي يعني ملوش الطلائع. اختيار في الموضوع. بص يا كابتن، هو انت طبعا مطلع على شغل تسويق اللعيبه في نعم. الخارج، احنا بنطبق تماما تماما ما يطبق في ريال مدريد وليفربول ومانشستر وكل الانديه الكبيره. دي قواعد ودي رولز بتتحط وبتتعمل بمنتهى السلاسه، غير هنا. انت عارف لغايه دلوقتي لسه ما زالت مشكله المقاولين الاسماعيلي في موضوع ابراهيم حسن لغايه ما دلوقتي ما زالت خدتش فلوسك لغايه دلوقتي. معلقه، بس هو اللي بيخسر. انا بالنسبه لي ما عنديش اي خسائر، لكن انا برجع بس لحته ان احنا الناحيه الاحترافيه اللي قائمه في اوروبا بسيطه جدا وكل حاجه، العقود بتتعمل بمليارات وبتتم طبعا بمنتهى البساطه. طبعا. احنا هنا يعني بيبقى هو مفروض، يعني نادي الاسماعيلي كان المفروض الاول الموضوع كان يكلفه حوالي 12 مليون، لما فوائد حصل بقى. وصلنا لغايه الكاس، والكاس دي محكمه رياضيه العليا لا يمكن ابدا حكمها نهائي، وصل ل 20 مليون و200 الف. ياه، من 12 مليون. النهارده التعطيل اللي هو بيماطل فيه وصل ل 28 مليون، يا نهار ابيض، من 12 ولا مليون. يمكن ولا يمكن حسيب مليم واحد لسبب واحد، لان اديتك انذار واثنين وثلاثه وعشره. عايز اديك معلومه تانية، هي الفهلوه. تظن قلت كلمه الفهلوه دي كتير قبل كده؟ طبعا. كل الفهلوه في الاداره اللي حصل ان قبل كده هو انهم يعملوا الكلام ده لغايه لما وصل رقم 24 مليون. الحقيقه وللامانه عشان يكون كل واحد ياخد حقه، لازم انصف المهندس ابراهيم عثمان. المهندس ابراهيم عثمان قبل ما يسيبوا النادي في ويبقى في انتخابات جديده، عمل اجتماع لمجلس الاداره وقال لهم والله دلوقتي في ناس بتقول ان انا السبب في موضوع ابراهيم المستحقات، حسن. قال كلمه باللفظ كده، مستحقات نادي نجوم 24 مليون و200 الف، انا بقول لكم اتفضلوا اخصموا عليا المبلغ ال 24 مليون و200 الف. هو ليه عند النادي 60 مليون اعتقد حاجه زي كده، وراحوا عاملين محضر اثبات، محضر اجتماع مجلس الاداره اجتمع وقبل هذا التنازل من المهندس ابراهيم عثمان. يعني ابراهيم الراجل عثمان اخذ له 60 مليون في ذمة النادي الاسماعيلي من ماله الخاص. اوكي. ده كان قرض قرض. اوكي. القرض اشترط، فقال لهم اخصموا من المبلغ ده مستحقات، كلمة مستحقات نادي نجوم من المبلغ اللي ليا عندكم. اوكي. الراجل اخلى مسؤوليته بمنتهى يعني كفارس، ما حبش ان هو يطلع من الميدان وهو عليه اي علامات. إذن النهارده الموضوع اصبح نهائي وبات، وعليه وتم سداد هذا المبلغ. انا اقول لك كمان حاجه ثانيه، ان شخصيه كبيره مرموقه في الاسماعيليه قدرت توفر قبل كده للاسماعيلي 10 مليون جنيه
من وزاره الشباب و10 مليون جنيه من هيئه قناه السويس لهذا الموضوع، خدوا الفلوس برضو صرفوها، وبعدين الاعداد بس دي يا استاذ، عيب بس يا عليهم. محمد بيه، فيما يتعلق بايقاف القيد بتاع الاسماعيلي حضرتك مالكش دخل بيه خالص. هو ايقاف القيد هم عملوا للاسف الشديد الاخ احمد مجاهد، انا كان المفروض ايقاف القيد موجود بالنسبه لنادي نجوم من السنه اللي قبل اللي فاتت. الاخ احمد مجاهد نصحهم قال لهم بصوا بالكم ما فيش حل ابدا، حكم المحكمه الرياضيه العليا وحكم المحكمه الفيدراليه العليا في زيورخ لا يمكن نقضه باي حال من الاحوال، الحل الوحيد انكم تروحوا قال له طب احنا عايزين نضيع وقت شويه، قال له الحل الوحيد عشان تضيع وقت وتكسب وقت انك انت تروح تطعن على حكم الثلاث نقاط اللي اتخصموا منك مش على الحكم الاساسي، قال له الحكم الاساسي ما تقدرش تطعن عليه، اطعن على ان 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 الثلاث نقاط اللي اتخصموا منك انت بتعترض عليهم. طبعا ضيعت لهم سنه، طب بس السنه دي على حساب مين يا كابتن بتحب؟ ايوه طبعا، ايوه انا طبعا. مش خسران. طيب هو ده اللي بقول لك، من 20 نعمل. مليون وصلوا ل 28 مليون، لا من 12 مليون وصلوا او من 12 ل 28 مليون ايام ما كانت في مصر. مع برافو عليك، الاسف، مع الاسف، برافو عليك. برافو. اشكرك يا محمد بيه وبكل اهلا توفيق ان شاء بيك، الله. اهلا بيك، اشكرك، اشكرك، شكرا جزيلا.